حبيبه قلبي. حبيبه قلبي عامله ايه؟ كويسه. هنقعد نعكس بعض كل يوم من اول الحلقه؟ لا، النهارده نخش في الشغل بقى، عندنا حلقه طويله. يلا. مساء الفل على كل اللي بيتفرجوا علينا وعلى جمهور الاهلي من كل مكان. النادي الاهلي نادي كبير بمنظومته، كبير بلعبته، كبير بجمهوره، رقم واحد في الملعب، وطبعا النهارده ليله ما قبل المباراه. فمعانا مواضيع واحداث مهمه، خلينا نبدا حلقتنا ونروح نشوف معانا اخبار ايه النهارده في السريع.